السلام عليكم. إن شاء الله غادي نبداو اليوم أول درس في مادة المعلوميات بالنسبة لمستوى المستوى الإعدادي، الثانوي الإعدادي. دونك هذا الفيديو، السلسلة من الفيديوهات مهدات للتلاميذ اللي كيقراو عندي. دونك هذاك الشيء اللي كنشوفه في الكور في الكلاس، دونك كنحاول نقدمه لكم في هذه الفيديوهات باش تساعدكم في المراجعة وتف باش كيبقاو المعلومات متوفرة عندكم. دونك ان شاء الله نبداو اول وحدة. دونك هنايا غادي نبداو بالبروغرام ديال بروميير اني، يعني الاول اعدادي. دونك البروغرام ديال بروميير نيفو كيتعلق باش بجينيراليتي سور لي سيستيم انفورماتيك. دونك في هاد لوسون غادي نشوفو ديفينيسيون فوكابيلير دو باز. دونك اون كومونس. دونك فوالا، on a 5 figures, 1, 2, 3, 4 et 5, et 2 questions. Figures, 1, 2, 3, 4 et 5, et 2 questions. Donc, la première question, retrouver la donnée qui se répète dans les différentes figures. Donc, من خلال ملاحظة ديالنا لهذا السؤال، كنلاحظوا شنو هي الفيغور اللي كت شنو هي الدوني المعطى اللي كيبقى يتعاود في كل صورة. Donc, votre réponse doit être 50. Donc valeur 50, voilà 50, voilà 50, et voilà 50, 50 et 50. Donc données qui se répètent sur le numéro ou le valeur 50. Donc la deuxième question, trouver les figures qui donnent un renseignement significatif, sens. Donc on a, من خلال ملاحظة ديالنا بالفيغور ان راه كنستوعبوا ان درجة الحرارة واصلة 50. دونك هنا كاين واحد المعنى من خلال هذه المعطيات. دوزيام ايماج كنلاحظوا بان كاين واحد العلامه، واحد مؤشرات، معطيات اللي من خلالهم كنستنتجوا بان السرعه ديال هاد في هاد المنطقه ما خاصهاش ديباسي 50. هنا واحد الشخص اللي عمر ديالو وصل 50 طون، دونك هابي انيفرساري. هنا 50 درهم، يمكنش نشرو شي حاجه اكثر من 50 درهم. هنا هاد الفيغور 5 اللي كتبان لينا ماشي سينيفيكاتيف، بقاش غير واحد البوست مكتوب عليه 50، ما كاينش شي مؤشرات ولا معطيات اخرى اللي كيوضحوا لنا شنو المطلوب ولا شنو هو المقصود في هاد الفيغور. دونك هذا لو بروميير ديابو. دونك هنا واحد مكتوب هنا بونجور مون نو اي انفورماسيون. دونك نشوفو مسيو انفورماسيون، استاذ معلومه، اش غادي يقدم لنا اليوم، اش معلومه غادي يقدم. دونك انا ديجا في دون لا كلاس، هل تعلم ان كتم العطسة وعدم اخراجها بشكل مستمر قد يؤدي الى تمزيق الاوعية الدموية في الرأس وخلف الرقبة، هو الامر الذي يؤدي الى وفاة الشخص بشكل مفاجئ، لذلك ينصح طبيا بضرورة اخراج العطسة وعدم كتمها ابدا حتى ولو كان الظرف لا يسمح بذلك. دونك هنا من خلال الملاحظة ديالنا كنستنتجو بان العطسة ملي كتجيك العطسة خاص تخرجها، الا بقيتي كتستمر في الكتم ديال العطسه ما كتحبسها غادي شي يوقع لك، يقدر يوقع الضرر دائم او لا الموت من خلال تمزق الاوعيه الدمويه اللي في الراس وخلف الرقبه. دابا الملاحظه ديالنا بان هذه المعلومه استفدنا منها شي حاجه، يعني هي بعد اول حاجه حامله واحد المعلومه، حامله واحد المعرفه، سيبور دو كونيسونس. هذه المعلومه سيبور دو كونيسونس، حامله المعرفه. ولكن دابا من خلال هذه المعلومه الا حاولت نبدل غير واحد جوج معطيات نشوف واش هاد المعلومات تبقى صالحه ولا لا. دونك المثال اللي كنت عطيت في القسم طبيعه الحال هو ديال وفاه شخص، وفاه شخص بلاصتو نديرو الرقص والغناء. دونك هنا الا جينا قرينا الباراغراف هاد الفقره نلقاو بان المعنى تبدل تماما والمعلومه بقات صالحه. دونك هاد المعلومه مابقاتش حامله المعرفه، ولهذا كنلاحظوا بان هاد المعلومه، هاد لانفورماسيون من خلال استنتاج ديالنا لهاد الفقره، بان لانفورماسيون سي كوا، اللي هي المعلومه سي كوا. لانفورماسيون سي دو شوز، سي لونسون دي دوني كي ايو ان سونس. دونك دوني بلوس سونس ايل مي دون لانفورماسيون. تري بيان. دونك مانتونون اون فا فوار كومون اون بو ريبريزونتي اون انفورماسيون. دونك فوالا اون فورم دو هذا كي سينيفي دونجي، la lutte contre le sida. Donc après l'image on peut avoir le message qu'il est envoyé. Donc pas très faible et interdit de plonger. Donc يمكن لينا نفهموا هذا الميساج، هذه المعلومه، هذه الانفورماسيون بخلال يا اما واحد تكست
بحال دونجي، لا لوت كونتر لو سيدا، او لا اون ايماج، اون ايماج سينيفيكاتيف كتقدم لك راه معلومه طبيعه الحال. انا دوتر فورم كون بو ريبريزونتي اون انفورماسيون، دونك اليا ليماج، اليا لو سون اوديو، كيف كنديرو في الواتساب لو بغيتي تصيفط شي معلومه لصديق ديالك ولا شي مونبر دو كوليغ، كيمكن لك تصيفط لي واحد الاوديو في لانفورماسيون، ولا فيديو، دي فيديو كيف كنديرو في يوتيوب، كيكون واحد كومبينيزون ما بين الاوديو ليماج و الصون. عندنا التكست وعندنا السيمبول، بحال شي واحد سولك على شي بلاصه ما عارفش ليها فين، انت ولد المنطقه، واحد ما عارفش المنطقه، لا سولك راه غادي تنعت ليه، يعني كتستعمل الاشارات، اولا حتى كيف كنديرو في ليموجي في لي سوشيال ميديا. دونك تري بيان، maintenant on va voir la définition exacte de l'information. Donc l'information, c'est quoi? C'est un ensemble de données ayant un sens compréhensible par l'esprit humain. Donc voilà une règle qui facilite les choses. L'information égale données plus sens. Donc ça, c'est une règle très importante. Les formes qu'on peut représenter l'information, il y a plusieurs formes qu'il peut être vu, lu et entendu. Donc il peut donc prendre plusieurs formes, voilà, texte, image, son, vidéo et symbole, et il y a d'autres. Très bien. Donc je veux terminer ce vidéo là dans le deuxième leçon inchallah غادي نخرجوا توا دابا غادي inchallah كل اسبوع في من نسالوا الكور غادي نصيفط لكم فيديو هنا في يوتيوب. دونك الا كان شي كيسيون ولا شي حاجه ما واضحاش يمكن لكم في كومونتير او لا في وي في الكومونتير ولا في الكلاس، سي نورمال في الكلاس. دونك جو فو ريميرسي اي بون كوراج.